مركز في الحقيقه. النادي الاهلي مدافعين ولا وسط؟ عشان كلام منتخب يا فندم، عشان كلام منتخب. قول عايز تقفل مراد بس كلام منتخب. قول. طب منتخب يعني لو اتكلم بس في جزئيات سريعه كده برضو مش هطول على كلام مراد. رايك في كيروش النهارده؟ جزئيه ايه؟ كيروش. ما هو ده كويس انك سالتني السؤال ده يا كابتن، يعني انا بس عايز اتكلم حاجه سريعه على اهم حاجه ان السؤال يكون ريحك. لا مريح. بالنسبه لفيتوريا يا كابتن وقصه العروض، عشان بانك سالت على القصه دي، فيتوريا كان محطوط من المدربين الخمسه قائمه مختصره ان هو ممكن يكون مرشح لخلافه سانتوس بعد كاس العالم. زي ما مراد قال فعلا الراجل اتكلم مع وكيل اعماله البرتغالي واكد ان هو مش بيفكر خالص في اي عروض ولا البرتغال ولا غيرها. طبعا اكيد شرف ليه ان هو يدرب منتخب بلاده وكل حاجه، ولكن الراجل اكد ان هو عنده مشروع 4 سنين هو ملتزم بيه، وهو قال انا بنفس النص كده لما اتسال حتى من كابتن حازم امام، انا مش مدرب صغير ان انا اسيب عقد او اخل بتعاقد انا عامله عشان اروح اي عرض حتى لو العرض ده من منتخب بلادي. فدي يعني جزئيه خاصه بفيتوريا. كيروش يعني ناس كتير كانت بتتكلم عن كيروش يا كابتن وان هو المدرب اللي ما جبتوش ولاده، وعلى فكره عايز اقول لك انا من الناس اللي يعني ما عنديش بحب كيروش، يعني كيروش بشوفه مدرب كويس، ولكن كان في مبالغه كبيره جدا جدا وبتتاخد اداء للهجوم على ناس ثانيه. يعني انا النهارده كيروش مدرب هو على فكره اللي طلب ان هو يرحل، مفيش حد قال له امشي، هو الراجل نفسه اللي طلب ان هو يرحل. النهارده كيروش على فكره على مستوى الارقام ما نجحش معانا، الراجل ولا خد البطوله العربيه ولا خد بطوله افريقيا ولا صعدنا كاس عالم، يعني احنا بنتكلم بالورقه والقلم كيروش ما نجحش. مدرب كبير طبعا، مدرب كبير، واللي يقول غير كده يبقى حد جاني او حد مش بيقول الحقيقه، ولكن هو ما نجحش معانا. النهارده بالدليل القاطع هو الراجل ساب اهو منتخبنا خالص ومشي وراح ايران اللي هو المنتخب بتاعه اللي هو كان بيدربه قبل كده، ومعروف ان المنتخب الايراني المنتخبات الكبير مش منتخب صغير ومش بيقدم الكره اللي هو قدمها النهارده. اداء عقيم جدا المنتخب الايراني، منتخب النهارده الانجليزي مع الاحترام طبعا اكيد واحد من اكبر المنتخبات في العالم، ولكن ظهر قد ايه المدرب ده يعني عنده مشكله كبيره جدا جدا في الجانب الهجومي، ما بيقدرش يطور الجانب الهجومي. وناس كتير جدا بتتكلم دلوقتي ان فيتوريا لو كان موجود على راس المنتخب طبعا، يعني لو دي طبعا ما ينفعش في الكوره، بس لو كان موجود على الاقل كان هيقول لنا شكل مختلف في مباراه السنغال. ولكن انا بقول يعني النهارده بعد المباراه النهارده انا قلت كلمه يعني بيني وبين نفسي، قلت لا الحمد لله فعلا ان كيروش مشي. النهارده احنا عندنا مدرب قدر زي ما مراد قال برده ان هو يطور اداء منتخبنا في وقت قليل جدا. النهارده عندنا البيلد اب بتاع المنتخب عامل ازاي بنحضر من تحت، ازاي بنعمل شغل في الجانب الهجومي مختلف، مفيش اعتماد على محمد صلاح، ارمي لمحمد صلاح والكره لمحمد صلاح زي ما كنا بنعمل ما بقاش موجود. النهارده اللي على فكره محمد صلاح اللي بقى بيرمي للناس، لا يا كابتن انا بتكلم صلاح انت تعتمد عليه، دي حاجه ما نقللش منك، محمد طبعا. صلاح ده نجم عالمي، هو رقم واحد او رقم 2 صلاح النهارده بقى ليه وصايف كتيره جدا، بيلعب فري وهو اللي عامل الاسيست كله. انا بتكلم يا كابتن ماشي، بس انت النهارده هل النهارده حد ينكر دور تريزيجيه؟ لا طبعا. اذا كان صلاح نفسه ما انكروش، صلاح نفسه خد جايزه احسن لاعب في المباراه وراح ادها لتريزيجيه، تمام؟ دي جزء تاني. النهارده حد ينكر دور النني؟ النني اللي كان ناس كتير بتهاجمه وناس بتقول عليه، النني على فكره احسن لاعب في المباراه، اكرم توفيق واللعيبه اللي هو حتى ابتدى يكتشفها، يعني النهارده برضو فيتوريا ابتدى محمود حماده مثلا النهارده واحد من نجوم المباراه. نعم؟ هيروح الاهلي؟ مين؟ محمود حماده؟ لا مش دلوقتي، يعني مفيش كلام عليه دلوقتي. لا هقول لك خلي الاهلي بس اكمل لك الجزئيه دي. برضو بالنسبه للقصه بقى بتاعت المباراه، يعني النهارده انا بشوف على المستوى الفني انت النهارده عملت نجاحات كبيره جدا من مباراه بلجيكا، انت تكسب بطل اوروبا ووصيف العالم. فالنهارده انت على المستوى الفني ما حدش ينكر ان المنتخب عمل ملحمه كرويه بصراحه، مباراه وديه مباراه وديه، ولكن انت تكسب بلجيكا في الوقت ده قبل ما هم رايحين كاس العالم اكيد نقطه مهمه جدا. تعال بقى على الجانب الاداري، انت النهارده بنتكلم في العرض $250,000، طيب هل انت على الترابيزه جالك عرض اكتر من $250,000؟ ما حصلش. العرض الثاني اللي جالك كان $80,000 مواجهه الاردن امام، صح ولا لا؟ ده العرض الثاني، يعني انت بالنسبه لك خدت العرض الاكبر. الاردن في الاردن يا كابتن، الاردن في الاردن كنت هتاخد $80,000 بس، ادي واحد. سريعا هو سريعا اهو. اثنين، انت النهارده قبل كده كنت بتاخد فلوس في المباريات الوديه؟ ما حصلش. ما حصلش ولا عمر خدت بفلوس في المباريات الوديه، دي اول مباراه تاخد فيها فلوس في المباراه الوديه. طب هل الرقم $250,000 بس؟ مش $250,000 بس. النهارده انت النهارده الاقامه في 3 ايام بعيدا عن الثلاث ايام الاولانيين كانت على الشركه. النهارده الطيران، تذاكر الطيران دي لوحدها داخله في رقم كبير. عايز اقول لك ان مصر فعليا خدت $500,000 مش $250,000. النهارده ده مجهود مين؟ مجهود اتحاد براسوس جمال علام، زويد العطار مدير التنفيذي، استاذ محمد المرشطه طبعا مستشار القانوني للاتحاد، استاذ محمد زاهر المدير المالي. لا دي مجهود ناس كتير، وعلى فكره الناس دي كلها كانت موجوده في هناك في الكويت عشان يعني تتابع الملف ده ويكملوه للاخر. فانا بتكلم ان المباراه دي مكاسبها فنيه كتير جدا، ولكن المكاسب الاداريه اكتر.